السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أشرح الموسم الثالث من مسلسل دارك، وسوف أوضح بعض الأشياء الأخرى. لذا إن كنت لم تشاهد المسلسل فلا تشاهد الفيديو. شيء آخر، يجب أن تتقبل الأفكار كما هي، أي كما في المسلسل. ربما في هذا الشرح سوف يكون هناك تداخل بين المواسم، وسوف أركز على الشخصيات الرئيسية فقط. يسافر يوناس من سنة 2052 إلى سنة 2020 ليلتقي يوناس الأصغر لأول مرة، وعند قرب نهاية العالم يأخذهم إلى سنة 1888، ويترك يوناس الأصغر مع مارتا. بعدها يأتي آدم ويقتل مارتا ويقول له بأن هذا الألم هو الذي سيجعله على ما هو عليه في المستقبل، أي آدم. في نفس الوقت أرسل آدم ماغنوس وفرانشيسكا إلى عالم حواء أو إيف، وذلك لكي يقنع مارتا بالانضمام إلى آدم والذهاب لإنقاذ يوناس من نهاية العالم، أي بعد اللحظة التي قتل فيها آدم مارتا. وكان يتوجب على مارتا التي كانت في عالم إيف أن تذهب لكي تنقذ يوناس وتأخذه إلى عالم إيف ثم تعود لآدم، وبالضبط إلى سنة 2053. بعد ذلك أرسلها إلى عام 1888 لكي تعطي ليوناس المادة المظلمة لكي يصنع ثقبا أسود في المستقبل، أي أن آدم كان بحاجة إلى المادة المظلمة في سنة 1888 لكي يصنع ما بيديه في سنة 2053. وهذا كله من تخطيط إيف التي أرسلت له رسالة في سنة 1888، لأنها كانت تريد من آدم أن يرسل يوناس إلى عالم إيف ليتزوج مارتا لتلد الإبن الذي يساعدها على الحفاظ على تلك العقدة ويقتل أي شخص يحاول إيقاف تلك العقدة. ولكن دعنا نعود إلى الوراء قليلا، وبالضبط في اللحظة التي أتت فيها مارتا من عالم حواء لإنقاذ يوناس، في نفس اللحظة وبسبب خلل في الزمن يتم خلق واقعين مختلفين جانبا إلى جانب. ولتبسيط الفكرة، أنه قبل نهاية العالم بتوان توجد ثغرة وهي توقف الزمن. هذا التوقف يمكن أن يصنع لنا مسارين في الزمن والأحداث. الآن لنعود، توجد مارتا الأولى التي تمكنت من إنقاذ يوناس، وفي نفس الوقت توجد مارتا التي كادت أن تنقذ يوناس، ولكن إيف أرسلت بارتوش ليوقفها ويعود بها إلى عالم إيف، وهناك تقول لها إيف أن آدم سوف يقتلها في المستقبل إذا أنقذت يوناس. ستسألني لماذا أرسلت إيف بارتوش لكي يوقف مارتا على الرغم من أنها تحتاج يوناس في عالمها. يا صديقي، إيف تعلم بوجود الخلل، وكما قلت سابقا هناك واقعان جنبا إلى جنب، فإذا تم إنقاذ يوناس للمرة الثانية فسوف يكون هناك اثنين من يوناس في عالم إيف. فمارتا التي أوقفها بارتوش وعادت إلى عالم إيف هي التي سوف تقتل يوناس أمام مارتا التي لم تسافر أبدا إلى أي مكان. والآن نعود إلى يوناس. هناك الأول الذي أنقذته مارتا وأخذته إلى عالمها، والتي لم تنقذه مارتا الثانية وقتلته في عالمها، وهناك يوناس الذي هرب إلى القبو ولم تنقذه مارتا، التي تدخل بارتوش وأوقفها، والذي كان يحاول أن يصنع ثقبا أسود لكي يسافر عبر الزمن لأنه شاهد نفسه في المستقبل، أي أنه صار آدم وشاهد أن هناك ثقبا أسود، أي أنه سوف يصنع ذلك الثقب. هنا تدخل كلاوديا على الخط لتساعد يوناس، وفي نفس الوقت تظهر كلاوديا من عالم إي والتي حاولت إقناعها لكي تنضم إلى عالم إي، ولكن كلاوديا التي تساعد يوناس حست أن هناك خللا ما فتقتل نسختها القادمة من عالم إي وتأخذ ملابسها وتذهب هي إلى عالم إي لكي تبدأ البحث عن حل لكل هذه الأشياء في عالم إي وفي عالم آدم. وهنا بالضبط ظهرت لأول مرة آلة السفر بين الأكوان. ستقول لي أنها قد ظهرت مع مارتا. لقد قلت لك يا صديقي أن آدم أرسل ماغنوس وفرانشيسكا إلى عالم إيف لكي يحضروا مارتا، وكانت معهم آلة السفر عبر الأكوان، وهم الذين أعطوها لها لكي تقوم بكل شيء آخر، أي إنقاذ يوناس. وأن كلاوديا بعد هذا ستلتقي بآدم وتعطيها له
والذي بدوره يعطيها إلى ماغنوس وفرانشيسكا ليذهبوا إلى عالم إيف ويحضروا ماردا. في الأصل تلك الآلة كانت مع كلاوديا من عالم إيف. فلنعود إلى كلاوديا. عندما بدأت البحث في العالمين بدأت بالتلاعب بآدم وإيف لتبقي الأحداث تسير كما هي لتجد حلا لكل هذا، ولكن في النهاية تكتشف أن ابنتها تموت في العالمين، في عالم آدم وفي عالم إيف، مما يجعلها تفكر بأن هناك أصل للعالمين والذي يمكن أن تكون ابنتها ريجينا حية فيه، أي أن هناك عالما ثالث والذي بدأ منه كل شيء، وهو العالم الذي يوجد به صانع الساعات الذي مات ابنه وزوجته في حادث سير. عندها حاول صنع آلة للزمن ليعود إلى الوراء لينقذ ابنه، ولكن خلل ما تسبب في انشطار الأكوان وخلق عالمين. هنا كلاوديا تذهب لآدم بعد فشل خطته وتخبره بأنه في كل دورة يقوم بنفس الشيء ولا يغير شيئا، وهنا تقول له بأنه يتوجب عليه أن يذهب ليوناس بعد أن قتل مارتا ويأخذه معه إلى عالم إيف لكي يذهب لينقذ مارتا قبل أن يأخذها ماغنوس وفرانشيسكا. وفي النهاية كما رأينا تمكن يوناس من إنقاذ مارتا وانتظار لحظة خلق العالمين بسبب خطأ عالم الساعات ليذهب وينقذ ابنه من الموت لكي لا تصنع آلة الزمن من الأصل. في هذه الأثناء يذهب آدم إلى إيف وبيده مسدس، وهي تعلم بأنه سيقتلها لأن هذا ما يحدث في كل الدورات، لكن تتفاجأ بأن المسدس فارغ من الرصاص، وهنا تنتهي قصة العالمين. أما بالنسبة للنهاية فقد كانت غريبة، ولكن بطريقة ما هناك إعادة للأحداث، أي أن الأشياء نفسها ستحدث مرة أخرى، حيث نرى أن هانا قد حصل معها ديجافو، وديجافو كان يحدث بين العالمين، أي أنه إذا كان عالم أصل لا يتوجب أن تكون هناك ديجافو، أي ربما أن الأشياء نفسها ستحدث مرة أخرى ولو تغيرت الطريقة، أي أن البداية هي النهاية والنهاية هي البداية. الآن سأقوم بشرح بعض الأشياء. أولاً شجرة العائلة في عالم إيف والتي كانت تتشكل من عالم آدم وعالم إيف. الشكل الذي تأخذهما العائلتين هو على شكل فراشة، أو بالأحرى تأثير الفراشة، أي أن المخرج أو الكاتب أراد أن يقول لنا بأن أي اختيار من أي شخص في العائلتين سيقوم بتغيير كل شيء، وهذه هي كايوس ثيوري أو نظرية الفوضى، ويمكنك فهم النظرية بفيديو سوف أتركه لك في الوصف. الشيء الثاني هو آلة السفر بين الأكوان والتي تسمى The Apple of Eden والتي تعني تفاحة الجنة، وهي نفسها التي رأيناها من قبل في لعبة Assassin's Creed. والنظرية التي يقوم عليها استعمال تفاحة الجنة للسفر عبر الأكوان هي كون أن آدم عليه السلام وزوجته حواء كان في الجنة، وعند أكلهم من التفاحة أرسلوا إلى الأرض، أي من العالم الأصل إلى العالم السفلي وهو الأرض. وهذه هي النظرية التي تقوم عليها The Apple of Eden، تفاحة الجنة، أي أن المخرج أو الكاتب استعمل هذه التفاحة لكي يبين لنا أنها الطريقة للسفر عبر الأكوان.